ايه يا اخي؟ شو عامل لي حالك معلم وسايق فيها وصاير عم تأمر وتنهي من عندك هون بزريبي؟ اعوذ بالله اخي، ما في قول الا قولك، ما في شر الا شرك. لك شلون بتضيع علينا بيعت غنم بدون ما تشاورني؟ مو مزبوط الحكي اخي بنو. ولك شلون مو مزبوط؟ شعره بحده عم يحكي. مو انت اللي روحت علينا البيعه مع انك كانت شروه رخيصه. لا حلك بحدو، انا ما قلت لك ما بدنا نشتريها، انا قلت لك ما بنقدر نشتري شروه كبيره الا لنشاور اخي. وهي راحت علينا البيعه، كنا كسبنا من وراها خير الله معلم، وخاصه رمضان والعيد جايين والطلب على الغنم بيزيد. هلا واحده واحده علي، انت بيعها بدي افهم بس، خالد قايله للزلمه حتى نشاور اخي لما مو قايله؟ نعم ايه لا مو مزبوط الحكي اخي، مو مزبوط بنوب. شلشتوني اه، حيرتوني، مين بدي صدق؟ الله وكيلك يا اخي، انا عم بقول لك اللي صار. اللي صار؟ اللي صار انه البيعه طارت ومشي الحال. شوف ابو حدو، قسما عظما اذا سالت الزلمه طلع كلام خالد مزبوط، مالك خبز عندي هون بزريبه بنوب. يا عم احكي المزبوط انت ويا احسن لك. اه هلا تذكرت معلم، مزبوط مزبوط، يمكن خالد قال له لصاحب الغنمات انه بده يشاورك. لك وبعدين؟ حكوني كلام يفوت علي. اخي تسمح لي احكي معك كلمه. احكي طوق. شروة الغنم ما كانت رخيصه مثل معموله بحده، وكانت بسعر السوق. مزبوط حبيبي مزبوط، هلا بسعر السوق، بس بكره برمضان بيرتفع سعرها للدبل. لا اله الا الله، مو مزبوط الحكي، مو مزبوط بنوب. وعم تعيط انت وياه ولا حاسبين الحساب؟ سد بوزك بقى انت وياهم قدموا. اعوذ بالله يا اخي، انت اخي وابي ومعلمي وتاج راسي، بس الله وكيلك الموضوع مو مثل ما عم لك يا ابو حدو. ولا بدك اياني اسكت على الغلط يا معلم؟ ما حدا عم يقول لك اسكت على الغلط، بس الحمار بيعرف انه الاسعار بترتفع برمضان والسوق بيحمى كثير. اخي البيعه مو رخيصه وانا مسؤول عن كلامي، بعدين احنا عندنا هون بزريبه 200 راس، وقد ما احمي السوق ما رح ننزل طالما عندنا هالكميه من الغنم. عدل شوف شو حكيت، كم راس غنم عندنا بزريبه؟ 200 200 راس اخي، انا امبارح عديتهم بذات نفسي. اسمعنا يا خالد، اليوم ورايح اذا بدك تتنفس نفس او ترفع عينك رف او تنكش حتى سنك بدك تلي، سمعت ولا لا؟ خلص خلص اخي على راسي، بامرك انا، هات ايدك لبوسه بس الله يخليك تروق. روح هلا روح، روح كروج على سوق النحاسين، شوف اشكال المبيض، خلص طناجر خذهم على البيت. روح امرك اخي امرك. لك هذا ابو حدو عم يلعب بديله، والحرك شوفه لعيبه وبينه على حقيقته. لك العمى بده يكذبني، عينك كنت عينك قدام اخي. ماشي حالي ابو حدو، الايام بيناتنا. شوف ابو حدو، انا اردفت خالد مخصوص مشان ما اكسر بخاطرك قدامه وافضحك. لا يا معلم لا، انا خدامك من يوم يومي. لك شلون امبارح بسألك كم راس عنا بزريبة بتقلي 150 بس، وهلا خالد شعو قدام منك قال بعظمة لسانه انه عنا 200؟ لا يا معلم لا، انا قلت لك انه 150 200 راس غنم عنا. مو مزبوط هالحكي، انت قايل امبارح انه عنا بس 150. لا لا، وعلى شو كان عم يسألك خالد امبارح بالليل وصفر لونك وقلت له انه نسوي؟ ليش بلا من اودي سمعتنا شو كنا عم نحكي؟ معلوم سمعتكم، بس ما حبيت اتداخل واكشفك وافضحك قدام واحد قد ولادك. كون بعلمك ابو حدو، بالشهرين اللي مضوا فارق الغلي مع مني كثير، مثل مو فارق سعر البيع والمشترى بالسوق من الارض للسماء. ده يا معلم عم تخوني؟ ولك اخس يا عيب الشوف، والله مو طالع من لساني والله. بس انت قلي الامانه يا ابو حدو، وكذاب فوق منا، وبدك توقع بيني وبين اخي ورحمه ابي تحت التراب. لولا هالسبع تنفس اللي عندي منك بالبيت، ولولا هالاشهر الحرم هي لما خليتك ساعه واحده هون بزريبه، بس رحت هلا بشفاعه الايام الفضيله. يا والله لك قال من امنك لا تخونه لو كنت خوان. دخيلك لا تفضحني، دخيلك لا تطعب، استرني دخيلك، بحسنة ولادي لا ترميني، وبعدك اني صير ادمي منظوم وامين من اليوم ورايح. لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، بس ما تلعب بدي لك مره ثانيه. خلاص وعد وعد، شرفي شرفي. وش كان رجعت حريمه لعادتها؟ ساعتها حط علي اللي بدك اياه واعمل اللي بدك اياه يا معلم. ماشي الحال، انا رح سامحك ورجع لشغلك. روح سترتني، يستر عرضك وبيتك، انت من يوم يومك شهم وكريم وبن حلال وزقر.
بس شوف نعم. من هاللحظة هي ما بتأتي بحركة. شو هي الحركة ما بتأتي فيها؟ ما بتتداخل يعني لا ببيعة ولا بشروة إلا إذا كنت أنا حاضر أو أخي خالد حاضر. سبري بيسبره هون بزريبي. حاضر بأمرك أنا لعيونك. روح روح على شغلك واطلب من ربك يغفر لك. روح. حاضر. استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب. هرزوا لعنك سد فوزك منو وبدك تقرب ال 15 راس خروف وغصب عنك كمان. بشو بدي احلب لك يا سيدنا؟ صدقني ما عندي علم ولا خبر بكل هالسيرة. يعني ما بدك تعترف بفعلتك الخسيسة ولا؟ يعني بدك ياني يا سيدي اقر لك على شيء لا عملته ولا عندي خبر فيه؟ انت مو اول مرة بتسرق يا ابو حدو ولك سوابق كتير. 100 مرة فايت لعنا على الكراكون بتهمة السرقة والنصب والاحتيال. مظبوط يا سيدنا مظبوط. بس من يوم ما مسكني المعلم عمر بسرقه صغيره حلفت له بشرفي ولادي ما عاد عيدها بكل عمري. وعم تعترف انك سارق المعلم عمر؟ عم تعترف؟ نعم يا سيدي عم اعترف. مو بقولوا الاعتراف بالذنب فضيله؟ وصدقني يا سيدي انا من بعدها تبت. وامتى صارت هاي السرقه؟ من زمان يا سيدنا من زمان. بس المعلم عمر ما خبرنا عن هالسرقه. ما قلت لك انه المعلم عمر صفح عني؟ قمت انا استحيت على دمي وشيبتي وبطلت السرقه والنصب من اساسه يا سيدنا. الظاهر انت ما راح تعترف الا على طريقتنا. يا ابني امرك سيدي. خد ابو حدو على النظاره وجيب لي الدب الثاني. بامرك سيدي. يستر عرضك يا سيدي بوس ايدك تفك اسري وراي عيالي واطفالي وجاي الدنيا على عيد. لا تعترف وين دفرت الخواريف فك اسرك وغير هيك بدي فك رقبتك فهمتوا لها؟ خذه حسبي الله ونعم الوكيل. شو هاد؟ لك شو هاد؟ لك شو هاد؟ عم تخلي خواريفك تدوس على العالم لك بحطو. الله يوفقك لا تواخذنا. عزمه ودين مالي منتبه لك، بعدين هدول دواب ما بيعرفوا شو هاد حكي؟ عشان هدول دواب انت مثل حكايتهم ما فيك قعد خليهم تدوس على العالم او لا تيش. بأمر عيونك انا عم تعتذر بعد عم تعملتك انت وخواريفك وبهدلتني. يا والله روحه بامر عينك انا اخذ ادوي لك بسرعه. والله انا قاصد انا مالي قاصد لك قاصد ولا مو قاصد بعد ما بهدلتني انت وخواريفك يا حيوان. انا مموله يا طول بالك عليه بعد ما مرات وياه بعد هون قسما عظما بقدم فشخه وحده لعد ما حياته وحسب الله ما خلقه بعد هيك انت وياه ارجع لهون. شو القصة صلبة طالك عمي؟ ابدي اسحب زوجتك يا أكل حول غير يا جماعة انتوا قايبين بعدك وما دخل بيتنا يخرب بيتك شو أزعل؟ أنا قد أبوك لك عم تعمل معي؟ بلا أبي بلا أمي ما رح أترك الحرامي حتى أخذ حقي منه على دوز بارا. لك يا أراضي واحد متك ولا افرقنا بقى لا تجنني بدي أسعد روحك ولا لا خلصنا بقى افرقنا بري حقيبة شو انت يا بحل حلو فينا بس يا ولد فتح هيك عند المجيد انا مالي ولد وقعد ترفع صوتك على المعلم عمر ولك انا لك ما عادش ترفع صوتك على اخي ولا ارتب عينك ولك بدي اوزك ايدك انا لك خارج اركض اشوف شو عليه عم تكتروا علي متواجع على هول اشوف شو في ظفير ما في شيء يا معلمي عم بشتغل جوا بأمان الله ولا بدق الباب قمت فتحت طلع لي العينتين ومسكني بخوانيقي قال شو انا متدين منه 20 برغوت ايه 20 برغوت اخذوا مني من 3 اشهر وما كان يرد لي اياهم مزبوط الحكي ولا لا معلمي مو مزبوط مو مزبوط بنوب بنوب كله تملي تملي لا صدقوا عم بيه هذا كذاب لما بدك تحكي مع اخي بتقول له معلم ولا انت ما دخلك لك انا اللي دخلني وبدي كسرك تكسير بس ما انت وياه فوت الدابل شوف فوت مرفع فوت فوت عم اقول لك لك 20 مرغوتك مرفع سيك هي 20 مرغوت بس هلا رايح ما بدي اياك تعرض لحدا من زريبة بنوب خصوصي لظافر لك حق عند حدا بتواجهني لي بتقلي لي إيه لو ما طلع لي روحي لكن تتعرضت له ولا فتحت تمي معه بحرف يا معلم عمار يلا ما صار شيء حصل خير روح اقصده ولا روح السلام عليكم مع السلامة يا الله
معلمي ورحمة أمي بعمري بحياتي ماني أخذ منه برغوت واحد أنا. والنسيان لك زافير. لا يا معلمي شو نسيان؟ بعرف حالي. يلا كل حال مو حرزاني مو حرزاني ما صار شيء. وفى بضل ابن عمك وابن حارتنا حالته على قدها. ما راح شيء لحدا غريب. لا أخي من بعد إذنك. يعني معقولة واحد مثل موفى يتهجم علينا وياخذ 20 برغوت هيك عينك كنت عينك؟ ولد هذا الأخ خالد ولد. محتاج ما لقدام منه غير ظافر يتبلى عليه مشان ياخذ لكم برغوت. أخي الشغلة أكبر من هيك. شلون يعني أكبر من هيك؟ يعني ظافر الله يرضى عليك خذ له راسين غنم لأبو محمد سلام يروح. ماشي معلم أمرك. شو قصدك بالحكي لأخ خالد؟ أنا شاكك إنه موفق مدفوش من المخرز لحتى يجي يعمل هالطرنة عنا هون. شو جاب المخرز لواحد مثل موفق؟ ما بعرف أخي بس أنا قلبي هيك حسسني. شرف عمي. يا الله يا الله. سلام عليكم علين. علين زافي حسني شغيل الخان صار بخدامتك. يا أهلا وسهلا شرف عمي شرف. الله يزيدك شرف معلم. ايه معلم عم يقول لي الداعي في عندكم شويه جلود بدكم تبيعوهم وبدكم يعني اتوسط بينكم وبين صاحب الخان. ايه لا جلود جاهزين جاهزين اخي وهي لك اكراميه فيها كمان بس في شغله بدي اسالك عنها هلا. في واحد من مدي اخي اجى لعندكم على خان اسعد باشا ونزل قعد مدي كمان اسمه نسيب جول بيرا تذكرته تاجر اسطنبولي هذا. ايه شو هو؟ بدي اياك تحكي لي عنه كل شيء، كل شيء بتعرفه احكي لي اياه. ايه بس انا يعني ما 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 بعرفه ما بعرفه. كذاب بعينتينك، وقتها رحنا على الخار انا وخالد وسالناك عنه وقلت لنا انه هو واحد من تجار اسطنبول. ايه بس يعني بس شو لا شو؟ ايه بدك تقر وتعترف عنه غصبا عنك، لا وصل معي كمان. اخي ما بعرف حدا بهالاسم وبعمري ما شفته وهلا بيستعوقوني بالخان بدي ارجع الله يستر على عرضك. لك عود ولا عود. ابو حدو ابو حدو بقول معلم جاهز ظافر جوا بدك طمن بالك معلم لعيونك. بدك تحكي كل شي بتعرفه عن هذا النصاب نسيب وإلا وحق اللي خلقك ما طالعك من هون غير عتر بدغري بعد سام حالك ولا رح بحكي معلم والله رح بحكي. يلا احكي انطو بس ايه من السكين وقل له خليه من العصاية على صدري طبع على صدري الله يستر على عرضك. شيل العصاية شرف احكي اخي. هذا مزبوط اسمه نسيب بس مو نسيب جوال بيرا اسمه نسيب الجارح. اجى لعنا على الخان وصار يفتفت مصاري على العالم هون وهون وهون وطلب مني يجمعوا مع جماعة اسطنبولية بس ما والله ما بعرف ليش. وبعدين ولا وقال لي بتأمن لي قاعدة بالخان على أساس إني تاجر من اسطنبول قدام جماعة الخان والزباين وخص نص إذا حدا اجى وسأل عني من برات الخان وأنا عملت مثل ما طلب مني وغيرت له كنيته لأني بعرف عصملي وصار مين ما شايفه يعامله على أساس إنه تاجر من اسطنبول لحد ما ترك الخان وما عاد شفته بنوب بنوب. طيب ليه غير اسمه؟ ولك ما عرفت لي ليش غير اسمه؟ وحياة عيالي ما عرفت ليش؟ وحياة عيالي أنا كان همي بس الإكرامية وبعد منه ما عاد شفته بنوب بنوب. اتركوه. قوم ولي. روح سروج الفرس ظافر دي بعدك مشوار تحطوك معلم. هون حفرنا هون طمرنا ابو حدو. لا ترسي حريص معلم بير ماله قرار باذن الله. روح على شغلك يا كريم يا رب.